بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس الابتدائي، ازيكم شباب؟ عامل ايه؟ هناخد النهارده يا اولاد مراجعة حتى الدرس الخامس من كتاب الأضواء. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، متوازي الأضلاع الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول يسمى نقط. ضلعان متجاوران متساويان في الطول، يبقى المربع. المربع. أو قال لي يا ولاد ضلعان متجاوران متساويين في الطول وإحدى زواياه قائمة. لكن طالما قال حاجة واحدة بس، طالما قال حالة الضلعان متجاوران متساويان في الطول يبقى المعين. معين، ولو قال لي إحدى زواياه قائمة فقط هيبقى مستطيل. تمام، فهمنا؟ ها، اوعى تتلخبط بقى. يبقى متوازي الأضلاع الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول ده معين، وقال لي متوازي الأضلاع الذي فيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول وإحدى زواياه قائمة، برضه ده مربع. لو قال لي متوازي الأضلاع الذي فيه إحدى زواياه قائمة، أقول له مستطيل. لو قال لي متوازي الأضلاع الذي فيه القطران متعامدان، أقول له معين. متوازي الأضلاع الذي فيه القطران متساويان في الطول، يبقى مستطيل. متوازي الأضلاع الذي فيه القطران متعامدان متساويان في الطول، يبقى مربع. يعني المربع فيه خاصيتين مع بعض. طيب السؤال اللي بعده، هنا بيقول لي 10 ديسي متر مكعب بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ الديسي متر مكعب للسنتيمتر مكعب بنضرب في 1000، يبقى هتبقى 10000. 10000، يبقى ناخد الإجابة الأخيرة. عدد متوازيات الأضلاع في الشكل المقابل نقطة. عدد متوازيات الأضلاع في الشكل المقابل، الشكل المقابل فيه كام متوازي؟ هنا الصغير ده واحد، واللي جنبيه اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. تسع توازيات مستطيلات. خلاص، تعالوا نشوف اللي بعده. أولاد، إذا كان أ بتساوي 2 متر و ب بتساوي 700 سنتيمتر، فإن أ إلى ب. أول حاجة هنحول أ حتى تصير زي ب، من متر لسنتيمتر هنضرب في 200، قصدي في 100، 200. يعني جميل، يعني عندك النسبة بين 200 إلى 700، شيل صفرين مع صفرين تبقى النسبة 2 إلى 7. مكعب طول حرفه 6 سنتيمتر، فإن حجم المكعب 6 × 6 × 6 ب216 سنتيمتر مكعب. إذا كان محيط وجه واحد من المكعب 36 سنتيمتر، فإن ده حجمه برضه 6 × 6. لا لا، خد بالك خد بالك، أنت عندك محيط الوجه ب 36، الوجه ده على شكل مربع، فبيقول لي محيط الوجه يعني محيط المربع ده ب 36. يبقى الحرف بكام؟ أقوم قايل 36 على 4 هيديني 9 سنتيمتر. ناخد بالنا كويس جدا، أنت لازم تجيب الحرف الأول. يبقى لما يجيب لي محيط الوجه بشوف إيه الرقم اللي اتضرب في 4 واديك 36 اللي هو 9، لأن محيط الوجه بيساوي طول الضلع في 4 اللي هو محيط المربع يعني. يبقى الحجم اقول له 9 في 9، بنضرب 9 في 9 في 9، 9 في 9 ب81 نضربها في 9، 9 في 1 ب9، 8 في 9 ب92، يبقى 729 سنتيمتر مكعب. هنا 1 ناقص 37% زائد 41%، الواحد ده كانه 100%، الواحد هو 100%، 37% زائد 41% هيبقى 80%. ماشي، 37 زائد 41 ب80%، فاهمين؟ يبقى لما نطرحهم من بعض هيديني 20%، اللي هي 20 من 100 يعني 2 من 10. حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه، يبقى لام في لام في لام. اذا كان مجموع اطوال الاحرف المكعب 15 سنتيمتر، فان الحجم بيساوي نقط سنتيمتر مكعب. 15 × 15 هو بيقول لي مجموع الاحرف، مجموع الاحرف كلها كانت 15 سنتي، هما 12 حرف، يبقى هنجيب الحرف الواحد قول له 15 على 12، ده طول الحرف. 15 على 12 تتبسط، نقسم بس المقام على الثلاثة فيبقى 5 على الأربعة، ده طول الحرف. يبقى الحجم نضرب 5 على 4 في نفسها 3 مرات، 5 في 5 في 5 ب 125، وال 4 في 4 ب 16، 4 في 16 ب 4 و60، يبقى الحجم 125 على 64 سنتيمتر مكعب. هنا بيقول لي اكمل بنفس النمط، اقولها تاني. لما يقول لي مجموع اطوال الاحرف موجوده، هو جمع احرف المكعب كلها، المكعب ليه 12 حرف، 6 اوجه 8 رؤوس 12 حرف، هو جمع ال 12 حرف
طلعوا ب 15، يبقى هنجيب طول الحرف الواحد اللي هو لام، هنقسم المجموع على ال 12. 15 على 12 اللي هي 5 على 4، ده طول الحرف. طب عشان اجيب الحجم هضرب الحرف في نفسه 3 مرات فيطلع الناتج 125 على 64. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي اكمل بنفس النمط. هنلاحظ يا اولاد المثلث اللي تحت بتلون وبعدين بيلون اللي فوق وبعدين بيلون اللي تحت، يعني نفس الشكل بس كل مره بيغير في التلوين. يبقى هنعمل نفس الشكل بتاعنا كده، هنا مربع وهنا مربع وهنا مثلث وهنا مثلث. المره دي هنلون ايه؟ اللي فوق، المثلث اللي فوق. ايهما اكبر في الحجم؟ مكعب طول حرفه، شايفين يا بنتي؟ شايفين يا اولاد؟ مكعب طول حرفه 5 سنتيمتر، ام مكعب اطوال ابعاده 6 سنتيمتر و5 سنتيمتر و4 سنتيمتر؟ احنا عندنا اول حاجه هنجيب حجم المكعب، نضرب ال 5 في 5 في 5 ب 125 سنتيمتر مكعب. والمكعب الثاني هنضرب ال 6 في 5 في 5، تمام؟ بس خد بالك الثاني ده متوازي اضلاع، يعني الابعاد مش زي بعضها، ده متوازي اضلاع يا اولاد، ابعاده 6 و5 و4. يبقى الحجم هنضرب ال 6 في 5 في 4، 6 في 5 ب 30، 30 في 4 ب 120 سنتيمتر مكعب. يبقى الاكبر في الحجم المكعب، حجم المكعب اكبر من حجم المتوازي، فهمنا؟ طيب اوجد طول حرف المكعب الذي حجمه 125 سنتيمتر مكعب، ثم اوجد مساحه الوجه الواحد. احنا عندنا الحجم ب 125، يعني نشوف ايه الحرف اللي هيتضرب في نفسه 3 مرات ويديني 125. المكعب 5 تتضرب في نفسها 3 مرات يديني 125. لازم نحفظ الارقام دي. طيب ممكن نعملها على الآلة الحاسبة، لو مش عارفين يا ولاد في زرار، في زرار على الآلة الحاسبة بيعملها، نقوم جايبين الآلة كده وبنعمل شيفت. زر الشيفت ده شايفينه؟ زر الشيفت ده نعمله وبعدين نعمل جذر. يبقى هنعمل ايه؟ شيفت وبعدين جذر، وعامل جذر تكعيبي اهو، شايفين؟ الجذر التكعيبي ال 125 ب 5. يبقى لو عايز تعرف العدد اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يديك 125، اعمل جذر تكعيبي، فهمنا؟ طب لو مثلا الحجم 216 برضه نعمل كده شيفت جذر، لو الجذر التكعيبي 216 يدينا الحرف بكام؟ ب 6، فهمنا؟ يبقى لو عايز اعرف الحرف اللي اتضرب في نفسه كام مره 3 مرات بعمل بالآلة الحاسبة شيفت جذر، خلاص؟ طريقة سهلة جدا. ها طب لو 64 مثلا عايز اعرفها، جاب لك الحجم ب 64، هنقول شيفت جذر ونقول 64 يدي الناتج 4 وهكذا. فالمسألة معانا هنجيب طول الحرف يا اولاد اللي هو يبقى بكام؟ ب 5 سنتيمتر. عايز بقى مساحة الوجه الواحد، الوجه الواحد يا اولاد بيبقى على شكل مربع، يعني قصدي يقول لك هات لي مساحة المربع يعني. طيب مساحة المربع بتساوي طول الضلع نفسه. يبقى مساحة الوجه الواحد ب 25 سنتيمتر ايه؟ مربع. فهمنا كده؟ طيب نكمل مع بعض السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي رقم 5 في الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضلاع، في ا د ج قياس زاوية ا د ج 53 درجة. هنلاحظ ان زاوية ايه؟ زاوية ب برضه 53 درجة، تمام؟ بس ناخد بالنا يا اولاد، فيه عندنا هنا في المسألة المفروض دي زاوية منفرجة، شايفين كده؟ يعني المفروض الزاوية دي ما تبقاش 53، هنصلحها مثلا ونخليها مثلا ايه؟ 120 درجة، لأن دي غلط مكتوبة غلط، هنصلحها، دي خليها 120 درجة، ماشي؟ فالزاوية اللي هي ب تبقى 120 درجة برضه زيها، فهمتوا؟ لأن هو ما ينفعش الزاوية دي زاوية منفرجة، ما ينفعش تبقى ايه؟ ب 53 درجة، فهمتوا؟ فالزاوية اللي عندي د خليناها 120، ماشي؟ السؤال اللي قال لي هنا 120، يبقى زاوية أ ب ج برضه ب 120 درجة، لأن من خواص متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. محيط المثلث ا ب ج بنجمع اضلاعه، الضلع ا ب زائد الضلع ب ج زائد الضلع ج ا، عندنا ا ب هيساوي لقباله 5 سنتيمتر يبقى 5، وعندنا ب ج ب 6، وعندنا ج ا ب 8، يبقى 5 زائد 6 ب 11 و8 19 سنتيمتر.